من اللعيبه برضو اللي الناس اهتمت بيها اليومين اللي فاتوا، محمد الشناوي حارس المرمى الكبير، كان في حوار مهم الحقيقه مع الكابتن احمد شوبير، اتكلم في حاجات كتيره، بس يمكن اللي لفت نظري قريته، يمكن ما سمعتوش ما اتفرجتش على الحوار للاسف، كنت بره. اتفرجت عليه. قال انه جاله عرض اعتقد من بيراميدز بقيمه كبيره جدا، قال البعض قال انها وصلت ل 80 او 88 مليون جنيه اعاره لمده سنه، ياخد فيها هو 25 مليون جنيه، قال الا انه قال لك قرار الاهلي هو اللي يبقيني. هو النادي الاهلي كان وقتها راجع من كاس العالم وفرقه ودنيا، ما كانش ينفع انك تتكلم وانت اول ما صدقت حطيت ايدك على جول كويس راجع لك من كاس العالم واخد يعني من احدى مباريات كاس العالم، مساله مش سهله يعني. ولكن دي بتحكي شخصيه لعيب الاهلي بقى، حتى كابتن احمد فتحي شوف، لا مش حتى ده، هو ده المتوقع من كابتن احمد فتحي. ايوه لما يطلع يتكلم بالرزانه دي وبالهدوء ده وبالوضوح ده كلهم، وكابتن حسين الشحات تلمس قدر الاحترام والحب. احمد فتحي اتكلم قال لك بص انا مع الاهلي ثم مع الاهلي ثم مع الاهلي للاخر. واتمنى ابطل في الاهلي. ايوه لو مش عايزين ده موضوع بس. لكن اتمنى انا بقى عايز في اللحظه دي انا اتمنى ما فيش لعيب بقيمه الرموز الكبار دول يبطل بره الاهلي، كفانا تجارب، لان الحقيقه احنا محتاجين الخبرات دي تبقى موجوده جوه النادي، تسري جنبها العمل الاداري والفني وتطلع لعيبه متشبعه بالشخصيه دي. بالظبط. فنتمنى كلهم يبطلوا في ناديهم ان شاء الله. طيب نشوف محمد الشناوي وهو يتحدث للكابتن احمد شوبير عن عروض الاحتراف الخارجيه وساعتها هيعمل ايه. خلينا بقى نحكي عن العروض الكتيرة اللي بنسمع عنها وبنقرا عنها. قول لي مدى صحتها، قول لي بقى حقيقتها يعني. الحقيقه بالظبط ان في، انا بتفاجئ بالظبط بالصحف اللي اتكتب دي. انا يعني انا مش في موضوع السوشيال ميديا، انا مش قوي فيها وماليش فيها يعني قوي يعني. وبقرا زي ما بقرا زي الناس كلها. تمام. بس هو في وكاله انجليزيه حد يعني، خلي بالك اهو، فيلا تريزيجيه الشناوي انتوكس اوفر مان يونايتد موف، يعني ده اكسكلوسيف ده هناك، ده مش احنا. لا ما انا عارف، انا شفت الحاجات دي كلها وجات لي. بس هو في حد من هناك من انجلترا كلمني، بس هما كان بيتكلم كلام عادي خالص، وكان بيقول انا بشتغل لو في اي حاجه، انا اتكلمت مع انديه هناك لو في اي حاجه، لو في اوفر موجود. قلت له لو في اي حاجه النادي موجود، اتقدم للنادي، النادي وكل حاجه هتمشي من فريق النادي. بس ده الموضوع كله بقى، ليه بقى الكلام اللي مكتوب ده، وشفت الكلام ده كله. بس كان اقرب استون فيلا، كلام مانشستر، كان اقرب حاجه خالص كان استون فيلا. استون فيلا ده راجل فعلا كلمك؟ كلمني عليه. ده الحاجه اللي يعني كانت قريبه. الارسنال واستون فيلا وانت ايجيبت انترناشونال جول كيبر محمد الشناوي. استون فيلا اللي هي كانت اقرب حاجه، اللي انا عرفته مؤخرا من تريزيجيه. من تريزيجيه المعسكر اللي فات قال لك ايه بقى؟ قال لي المدرب اللي كان ساله ومدير الفني، المدير الفني كان موجود في ماتش جنوب افريقيا، كان متفرج على المباراه وسالوا المحمدي وكلموا معاهم. بس هو كان هم حاطين رقم واحد وانا رقم اتنين، الاولاني لو ما راحش انا اللي هروح. فالاولاني راح. الاولاني راح. ما عندهم موضوع الجنسيه يعني، الانجليز بالنسبه لهم يبقى هم الافضليه يعني. وجون الرقم واحد راح خلاص انا فخلاص. لكن كنت بتفكرهم؟ كنت بتفكرهم يعني بنسبه يعني 80% لو ما خلصت انا موجود. طيب كلام مانشستر يونايتد الاخراني ده معرفش حاجه، ما تعرفش عنه حاجه خالص. هو الكلام اللي انا الوكيله كلمتني هناك هو ده اللي انا اعرفه، ما اعرفش اي حاجه تانية خالص. يعني كان الكلام هو حد بيشتغل هناك بس ما بتاع ده انا موضوع مانشستر. اللي انا اعرفه مؤخرا من يعني هو قال لي موضوع استون فيلا ده عليه هناك ساعتها، بس انا الموضوع ما مشيش عشان هم خلصوا الجون. ما انا اتكلمت مع تريزيجيه اخر مره واحنا في معسكر الاخراني ده، هو قال لي سالوني وكان هم بيفكروا فيك بجديه وبتاع، بس هم خلصوا الجون. يعني هو كان في تساؤل. ايوه استون فيلا كان عايز حارس مرمى، فكان مرتب اثنين حراس، هو كان ثاني واحد فيهم، تعاقد مع الاولاني خلصت القصه. لكن كان في نقلا نقل له تريزيجيه هذا الكلام، قال له الراجل بيسال عليك وعلى ادائك،
بعد ما خد مان اوف ذا ماتش في كاس العالم والناس كلها طبعا بصت مين ده؟ حارس مرمى مصري. بعد كده في كلام في الصحافه الانجليزيه ان المان يونايتد بيدور على جون ومن ضمن الاسماء اللي ترشحت له الشناوي. واتقالت بنط كبير يعني. الشناوي وصل الى درجه من النضج بسم الله ما شاء الله وكان حراس المرمى سن نضجون بعد الثلاثين يعني حتى الكابتن عصام الحضري اعظم سنين عمره وهو كبير وهو كبير. جنش نفس القصه. كابتن شوبير نفس القصه. بس يمكن ما خدش الفرص لكن نفس القصه. يبدو ان عمليه تكريس الخبره كابتن ثابت الله يرحمه ثابت البطل الله يرحمه لا ثابت استمر بس ثابت لعب وهو صغير ثابت لعب 21 سنه بس كان خلاص وصل انما ما حدش لعب اصغر من اكرام ده كان حاجه وحش من صغره لان بالشاسيه اللي انت شايفه ده 16 سنه تحت 16 سنه اكرامي ما زادش سنتي في طوله هو كده حاجه بسم الله ما شاء الله فطبعا لا حراسه المرمى في الاهلي لا كويسه وبخير الحمد لله وكمان عجبني تطور في شخصيه الشناوي اسئله كلها بهدوء وصادقه جدا وناضجه جدا شوف شريف اكرامي ما فيش غرور لا اصل شريف ده انا على الشخصيه يعني لا ده شريف ده قياديه بالظبط يعني شخصيه صحيح كادر كادر قيادي كادر صحيح. باذن الله كمان الشناوي ممكن يعني مع تكريس الخبرات يبقى جزء ده عنده لان هو بيتطور فعلا في شخصيته انا اعرفه من صغره ما كانش كده جابوا لك احمد مجاهد فاكر من الحمول فانا وهو كان لعيب منتخبات طول عمره اتمنى ان الشناوي يكمل وربنا يحميه من الاصابات لانه بيقول لك بيلعب باصابات خفيفه وكل حاجه بس مش عايزين لعيب يلعب باصابات يا ربنا يحميه من الاصابات بيتطور فعلا بسرعه هائله جدا